لطالما ازدانت نساء العالم ببريق اللؤلؤ الأخاذ، ولطالما ازدانت الأوطان بلآل أتفخر بها من عطاءات أبنائها ومبادراتهم وإسهاماتهم في الحفاظ على أمنها والرفع من شأنها. ومن اللآل التي ازدان بها اقتصاد دولة قطر ازدان ذلكم الصرح الكبير في مجال الإعمار والتطوير العقاري. لقد بدأت شركة إزدان بجهود متوالية لرجل من رجال هذا الوطن هو سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، لتتطور فتصبح بعد مضي 50 عاما على تأسيسها صرحا كبيرا ومعلما اقتصاديا ضخما في مجال التطوير العقاري، حتى أضحت من أوائل الشركات الخليجية في مجالها. ومن العلامات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي كل المستثمرين في بلاد المبدعين كون الأس المتين باقتدار وبنى أول نخلين و... واليوم تحتفل إزدان باليوبيل الذهبي، حيث نظمت في هذا الإطار مجموعة من الفعاليات المجتمعية المتميزة، بدأتها بمؤتمر صحفي للإعلان عن مختلف البرامج والأنشطة الاحتفالية، كان أبرزها محاضرة تعنى بالمستثمر في مجال البورصة، وكان عنوانها كيف تستثمر في البورصة بأقل المخاطر. ألقاها الدكتور عبد الرحيم علي الهور، تحدث فيها عن أنجع الوسائل للاستفادة من تجارة الأسهم بنوع من المهنية، وهذا يتطلب مجموعة من المهارات التي ينبغي أن يستجمعها المستثمر صغيرا كان أو كبيرا. على الخدمات المصرفية، يعني انت بتتكلم عن البنك، ما هو البنك؟ هو تعريف الدور الى هو عبارة عن سوقات مالية. بعدها التقى جمهور كبير مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل العوضي في محاضرة ثقافية بعنوان ثمن السعادة، بيّن خلالها فضيلته مجموعة من الوسائل المعينة على تحقيق السعادة بمفهومها الأوسع والأعمق. يقول أحلى لحظاتي بعد صلاة الفجر وأنا راجع البيت، يقول أشعر بالهواء كأنني لم أشعر به من قبل. ألم نشرح لك صدرك؟ يشرح الصدر بشنو؟ يقول بعد صلاة الفجر. يقول تصدق شيخ، قبل بحسابي 50,000 وأنا فقير، أحس كأن ما عندي شيء، الحين عندي نص دينار بجيبي وأنا أغنى الناس. القضية مو بالفلوس، القضية غنى النفس. ترى أحيانا الواحد عنده ملايين لكن من طمعه فقير، أحيانا الإنسان ما عنده إلا ريال لغنى نفسه فهو غني. وفي الجانب النفسي وعلاقته بالتطوير الذاتي، التقى الجمهور أيضا مع الأكاديمية الدكتورة حنان حسن عيسى عبد الظاهر في ورشة تطويرية حملت عنوان كيف تدير نفسك داخل عجلة الزمن. أيهما شعرت فيه بوقت أطول، التجربة الأولى وانت بتفكر في حاجة سلبية ولا التجربة الثانية؟ نرفع ايدينا لو سمحت اللي حد يجاوب. أما البيئة فقد كان لها نصيبها ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي لإزدان،
حيث تم تنظيم حملة لتنظيف بعض الشواطئ وكذا تشجير شوارع مدينة الدوحة. والفعالية هذه تأتي في إطار تحسيس الرأي العام المحلي بأهمية العناية بنظافة البيئة، وكذا لبيان مكانة هذا العنصر الحيوي ضمن مختلف مشاريع الشركة المعمارية. شارتك باقات من نور زهار يا رفيقة دربة مال البلد، حقق الأحلام شيد وازدهار، كل عام يزيد وتزيد المداد. يقطف ابن الأرض من خيرك شهاد، أوفر استثمار وأدوم الدخان للولد وأولاد. كما نظمت شركة إزدان حملة للتبرع بالدم أشرفت عليها الوحدة المتنقلة لمستشفى حمد الطبي، والغرض منها أن نوصل رسالة إلى إخواننا المرضى أننا ونحن في ذروة الاحتفال لا ننسى المحتاجين، وخصوصا منهم الذين هم في أمس الحاجة إلى قطرة دم تضمن لهم الحياة. أما الطفولة والموروث الشعبي فقد كان لهم مكانهم ضمن احتفاليات إزدان، حيث أقيم يوم لتذكير براعم الوطن بالألعاب الشعبية القديمة، وتم تخصيص يوم آخر للألعاب والمسابقات خاصة بأطفالنا وجيل مستقبلنا. كما تم تعريف الرأي العام المحلي والمتتبعين لمسيرة التطوير العقاري بمشاريع شركة إزدان في هذا المجال، حيث أقيم معرض بمجمع فيلاجيو واللاندمارك لمجسمات المشاريع العقارية التي نفذتها إزدان أو تلك التي هي في طور المخططات المعمارية. استمر اسلوب حبك للوطن، كل حجر تبنيه مبنى السعاد. مبدأ الانجاز من جد وجد، الزمان ازدان وازدانت قطار، وازدانت قطار القديم ازدان والحاضر معا. لينتهي هذا البرنامج التفصيلي بحفل بهيج أقيم بأبراج إزدان، وحضره سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من كبار الزوار والشخصيات الاعتبارية. تم خلاله إلقاء كلمة لسعادة الشيخ ثاني وأخرى للمدير التنفيذي السيد هشام السحتري، وكذا مسؤول ملف ألعاب كأس العالم لعام 2022. ملف قطر تبرهن بلا شك أن استضافة كأس العالم سيكون لها الأثر الأكبر في دعم ودفع عجلة النمو والتطور على القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما ألقى السيد عايض القحطاني مدير عام راف ورئيس مجلس أمنائها كلمة باعتبار المؤسسة شريكا إنسانيا استراتيجيا لإزدان، خاصة
مستوى حضاري وإنساني نبيل يجعل صاحبه يمد يد العطاء خدمة للفئات الأكثر ضعفاً والأكثر احتياجاً. وهذا ما جسدته الشراكة الإنسانية الاستراتيجية بين راف كمكون من مكونات المجتمع المدني والخيري من جهة، وأزدان كفاعل اقتصادي من جهة أخرى. وقد ختم الحفل بتكريم مجموعة من قيادات الشركة وموظفيها المتميزين. عملاقة سود تشيدي أنت يا أم شامخة المباني، أنجزت أرزاك ثاني منتزل مري لثاني، عملاقة سود تشيدي أنت يا أم شامخة المباني، شيدت مبدعة جبالت من وحي هندسة المكان. هذا وإننا إذ نعرض لهذه الفعاليات الخاصة باليوبيل الذهبي لإزدان، فإننا نؤكد عزم الشركة على مواصلة مسيرة التطور والنجاح والتميز المبني على الجودة ضمن مختلف معاييرها العالمية. تفاصيل الأمان فكأنها جنة عدن كل القرى.